ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معلش عندي تعليق سريع قوي على اللي بيحصل بالنسبه لسعر الكيا السبورتج الجديده. الحقوا البيج يالو سيل بتاعت نون على كل المنتجات، التخفيضات بتوصل لغايه 80%. العرض ده ساري من يوم 22 يوليو ليوم 28 يوليو، وما تنسوش تستعملوا كود التخفيض بتاعتي كمان ام كار ماجد 10 ماجد 50 نون 20 نون 21 نون 22 عشان تاخدوا تخفيضات اكبر واكبر كمان. العربية نازلة ب 700 وشوية أعلى فئة وعليها أوفر برايس وصلها مليون جنيه، يعني 50% من سعرها أوفر برايس. هل ده طبيعي؟ وهل طبيعي إن فعلا في ناس بتشتري؟ طيب نعيد ونزيد، إحنا اللي بنشجع الأوفر برايس باللي إحنا بنعمله. لما حضرتك تقدم على شراء عربية وتدفع فيها 50% في ثمنها، معلش هحسبها لكم بطريقة تانية، معلش مش الحكاية دي أصلها خلاص يعني مش لا تعقل. مليون جنيه على 20 بافتراض ان الدولار 20 جنيه، كويس؟ 50,000 دولار. الكيا سبورتج بكام؟ بره في اي حته 50,000 دولار. 50,000 دولار تجيب لك ماستانج، تجيب لك حاجات كتيره قوي، مش هتجيب لك كيا سبورتج كومباكت كروس اوفر ولا كومباكت اس يو في. وبعدين معلش يعني اوكي انا عارف ان هي والتوسان هما نفس العربيه، انتوا عارفين، ونفس الموتور ونفس المنظومه. على فكره سيبكم الكلام بتاع ان نقل الحركه عملنا فيه مش هو بالظبط. اوكي لو اتكلمنا على شكلها عادي، يمكن بالعكس انا بحس ان شكلها دوشه اكتر من التوسان، يعني اللي هو كميه الخطوط اللي فيها مش عارف هم عاملين فيها ايه، في حد قاعد بيشرح بسكاكين فيها في الوش، يعني عادي يعني اوكي من جوه حلوه وبس زي ما هي نفس الانتيريور نفس التكنولوجيا بتاعت التوسان. انا عارف ان مفيش توسان برضو في السوق، انا عارف دي كويس قوي فاهمها، ومجموعه العربيات المتاحه اللي في السوق اصلا مش كتير ودي برضو انا حاجه فاهمها، بس ده ما يمنعش ان لما عربيه تنزل ب 700,000 ولا 700 وكسر وعليها 300,000 يوصلوا سعرها او سعرها يوصل لمليون جنيه للسبورتج. لا انا اسف ما تسويش، لو لما تطلع ولا تنزل اوكي احنا العملة بتاعتنا حصل فيها تدهور وخلاص فهمنا وقابلين بالواقع، لكن ما ينفعش يبقى عليها اوفر برايس 300,000 جنيه بجد. لا يعني بقالي فترة عايز اقول الكلمتين دول ولكن يعني ما بتجيليش الفرصة، لكن ما ينفعش احنا اللي بنودي نفسنا في ده بالاخر كده. الناس تعقل دلوقتي، انا رأيي الناس هتركز مع العربيات الصين سعرها احسن بكتير، ومفروض الانتاج المحلي يبتدي يشتغل بغزارة اكتر لان ده اللي ممكن يفرق. لو المكون بتاعه مثلا 40% ممكن يقلل الاسعار شوية، لكن سبورتج بمليون جنيه او 700,000 وعليها 50% اوفر برايس، لا مش قادر ابلعها لا شمال ولا يمين، لا صعب قوي صعب. يا ريت الناس ما تشتريش باوفر برايس، ده يمكن الفيديو رقم مش عارف كامل اللي اتكلمت فيه على الاوفر برايس، ما تشتروش باوفر برايس كده. وانا دي حسبتها لكم، لو الدولار ب 20 جنيه تمنى 50,000 دولار. بس كلمتين واكلني سلام. مفاجأة حلوة لحبايبنا في السعودية والإمارات، كود الخصم بتاعي امكار وماجد 10 بقى شغال على السايت بتاع نون السعودية والسايت بتاع نون بتاع الإمارات. معلش حاجة تانية نسيتها دلوقتي، أنا بدور لفرت كاوتش للكيو في الخلفية، بقالي طالبهم من الراجل اللي بيستوردهم لي من شهر 4 4، ودول عمرهم 10-15,000 كيلو لان هم سامي سليكس، فانا بدور على نوعين كاوتش، واللي يعرف يدلني ما يقوليش بقى المقاس ده ايه هم كده لازم 285-30-19 ده الكاوتش الخلفي، واللي بيجي لها اسمه بي زيرو كورسا. بي زيرو كورسا موجود بس عليه ايه حرفين زيادة AR لانه معمول للكيو في، معمول للكوادريفوليو مخصوص لانه سامي سليك. المهم يعني انتوا عارفين الايام دي في موضه بتاعت الكاوتش ان يطلع معمول للعربيه المعينه وحاجات زي كده، دي معمول لها فعلا الكاوتش اوكي عشان تبقوا عارفين الحكايه دي. فانا بدور عليه، اللي يعرف حد عنده بيريلي بي زيرو كورسا 285-30-19 بوصه بس عليهم كلمتين اي ار، او يعرف حد بيستورد يقول لي، لان انا فاضل لي زلطه واطلع بره الكاوتش خلاص الخلفي اتمسح، يعني لما بطلع حتى احاول اجري مفيش، هي مش مفيش اتنحلوا. بس ينفع لها ايه تاني البديل بقى؟ مش لان بايلوت سبورت كاب 2، مش كاب 1، مش بايلوت سبورت، لازم بايلوت سبورت كاب 2. الارقام مهمه قوي في الكاوتش،
والمواصفه لازم ما يبقاش فيها لخبطه. بس اللي يعرف اي حد عنده سكه يعني يكون بيستورد العربيات نادره اكزوتكس وحاجات زي كده وعنده الكاوتش او يعرف يبعت لي. بس يا ريت ايه ان نحاول نقلل الاراء الخاصه، هم لازم دول اوكي فهمت. المقاس مش هيتغير، وما بين نوعين بيرالي بي زيرو كورسا عليه اي ار او ميشلان بايلوت سبورت كاب 2، ده البديل الوحيد زي الادويه كده ما ينفعش تعك بره دول. خلاص سلام. الحقوا البيج يالو سيل بتاعت نون على كل المنتجات، التخفيضات بتوصل لغايه 80%. العرض ده ساري من يوم 22 يوليو ليوم 28 يوليو، وما تنسوش تستعملوا كود التخفيض بتاعتي كمان ام كار ماجد 10 ماجد 50 نون 20 نون 21 نون 22 عشان تاخدوا تخفيضات اكبر واكبر كمان.